طيب تعالوا نتكلم النهارده برضو عن الاطفال احنا قلنا ان الاطفال اقل تاثيرا بكورونا من الكبار اتكلمنا عن التغذيه اللي تزود المناعه في موضوع كورونا وقلنا السمك المشوي وقلنا الفلفل الرومي لانه مليان زنك اتكلمنا كمان عن الليمون ودوره المحترم وزي ما بقول الحاجات دي انا ما بقولش انها الـ 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 الوقايه الاولى من كورونا ودي لوحدها كفايه لا بس بقول ان ده بتزود المناعه وحربنا ضد كورونا هي حرب ايه هي حرب مناعيه بالدرجه الاولى من الحاجات المهمه الحقيقه اللي عايز اقولها النهارده برضو مرضى السكر مرضى السكر لازم يظبطوا السكر وهم في كورونا وكنا اتكلمنا وقلنا ايهما اكثر خطرا الكلى ولا السكر الاثنين خطر الاثنين خطر على كورونا لكن الكلى اخطر لو اتسالت كده منفردا يا ترى الكلى اخطر عليها كورونا ولا السكر في مرضى عندهم سكر او مرضى عندهم كلى؟ لا مرضى الكلى اخطر جدا واكثر تاثيرا وتاثرا بفيروس كورونا من مرضى السكر وان كان الاتنين بيتاثروا علشان كده نصيحه الى مريض السكر ظبط سكرك علشان كورونا لا تجد اليك سبيلا حاول ان سكرك يكون في الحدود الامنه سكرك الصبح ما يعديش ال 140 بعد الاكل بساعتين ما يعديش ال 160 كل ما وصلنا لهذه الحدود وفي كل الحالات لا يقل عن 70 فاحنا بنتكلم عن حاله مميزه لمرضى السكر مرضى السكر اتكلمنا عن طبق السلطه وقلنا انه رائع وساحر فص التوم الحقيقه من الحاجات المهمه اللي تقوي المناعه واستخدم كمضاد حيوي ووجدوا انه له دور مهم جدا في مكافحه كورونا لدرجه بقول لكم ان التوصيات يعني طالعة من أمريكا ومن الصين وبعض البلاد اللي اجتاحتها كورونا بشراسة يعني أنه فعلا فص التوم كان له حاجة مهمة جدا فص التوم على فكرة هيلعب معانا بحاجتين مادة موجودة كمضاد حيوي ومخول المناعة ومادة تانية لها علاقة بسرعة ال 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 سيلان الدم يعني بتقلل من التجلط فبالتالي لما تقلل من التجلط احنا قلنا إن سبب الوفاة في كورونا بيبقى ايه بيبقى تجلطات في الدم مكانها الرئه لكن هي في النهايه تجلطات في الدم علشان كده لو حد سالني وكتير بيتصلوا بيا على الواتس يقولوا لي طب اهم حاجه نديها الكورونا ايه؟ طبعا احنا قلنا اول حاجه لو العيان ما لهوش اعراض انا ما بديش حاجه والقاعده بتقول في كورونا لا اعراض لا علاج طيب سخونيه لو جت السخونيه ببتدي بالبنادول او البارستامول الماده الفعاله وبعدها بعد البنادول او البارستامول ببتدي اقيم لو السخونيه راحت خلاص ما كانش بدخل بماده زي البرفرجين بيرفرجان ده حاجه شبه الجلوكوز بتتعلق بس هي حقنه لموضوع السخونيه ساعات نضيف معاها السيفترياكسون رياكسون ده مضاد حيوي الحقيقه يعني احد الحاجات اللي البروتوكول المصري اكدها ودول نقلتها عننا لانه فعلا سيفة ثبت انه له فعاليه جامده جدا جدا في العزل وفي مناطق العزل في انخفاض درجه الحراره يعني السخونيه تقل مع خفض الحراره لو استخدم مع سيفه رياكسون ده في حاله ان الحراره مش راضيه تنزل طبعا احنا عندنا كمان الزيسرون او الازيسروميسين الأزيسرومايسين او الزيسرون له دور مهم وبناخده يا تلات ايام يا خمس ايام يمكن اه اه الافرزين دخل البروتوكول المصري واستخدم كتير وان كنت انا الحقيقة يعني مش بنحبذ قوي اه الافرزين كحاجه جوه البروتوكول لانه احنا زي ما قلنا سواء هو سواء كان قبل كده الدواء الياباني الافيجان والحقيقه اه يعني هذه الادويه ناس كتيرة سالت قالت لك الله طب انت قبل كده كنت اتكلمت عن الهيدروكلوروكين الهيدروكلوروكين اه اللي كان رئيس امريكا ترامب يعني اه راهن عليه. الحقيقه دول كانوا بيفيدوا في انه فتره التحويل من, من, من سلبي من ايجابي لسلبي كانت هي اللي بتعمل لنا القصه دي